اول نوعين يعني اول نوعين مشهورين جدا. انتوا بقى المفروض كنتوا قاريين ومساعديني، لكن للاسف هعمل لكم انا ايه؟ انتوا تعرفوا دايما ان انا مثلا انا كشخص عندي فصيله دم الفصيل في البلاك جروب بتاعتي ايه مثلا؟ ايه خلاص؟ يعني الريد بلاد سيل عليها مين؟ عليها انتيجين اسمه ايه؟ وده انا مش هحطلكم في اعداد على فكره. طيب في البلازما بتاعتي بقى ايه؟ عندي انتي بادي. انتي بادي اسمه ايه؟ اللي هو انتي بي او بيتا، يعني خليها انتي بي عشان تبقى سهله. ماشي؟ طب وشخص اللي هو البي في البلازما بتاعته مين؟ انتي. يبقى الشخص اللي هو الاي بي ما عندوش طبعا. ما عندوش انتي بادي. الشخص اللي هو الاو عنده الاثنين انتي. المهم ان في حاجه اسمها انتي وانتي مين؟ وانتي بي. ده مين؟ ده الانتي بادز او الانتي بادز دي لها اسم باللاتين اسمها اجلوتينين. اجلوتينين. دي انتي بادز بتاعت مين؟ بتاعت الاي بي او سيستم. اي بي او سيستم ده الفصيله العاديه بقى، فصيله اي بي اي بي او. في عندي بقى فصيله غريبه شويه كده اسمها ار اتش. فصيله اسمها مين؟ ار اتش. هل الريبرال سيل بتاعتك دي بالاضاءه يعني مثلا شيء سي انت اي او بي او كذا، ها هل انت عندك انتيجين اضافي اسمه ار اتش؟ لو انت عندك انتيجين اضافي اسمه ار اتش يبقى هذه ايه؟ لما تيجي تقول الفصيله بتاعتك ايه ما تقولش انا مثلا فصيلتي ايه، ما اسكتش، لازم اكمل. هل هي ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف معناها ان انا عندي مين؟ ار اتش انتيجين. طب ايه نيجاتيف؟ ها ان انا عندي ايه لكن ما عنديش مين؟ ار اتش. طيب الشخص بقى اللي هو يبقى انتوا والنبي صحصحوا معايا الكلام ده، الكلام معايد. يبقى انا في عندي حاجه اسمها انتي ايه وانتي مين؟ بي. طيب الشخص اللي هو عنده ار اتش انتيجين طبيعي في الاول خالص، طبيعي عادي يعني، هو مولود يعني او ما تنقلوش دم ولا حاجه، بيبقى عنده ار اتش انتيجين. اوكي، هل هو عنده انتي ار اتش؟ قال لك لا، الانتي ار اتش ده اللي هو الانتي بادي ده بيتكون لما ايه؟ لما الشخص اللي هو ار اتش سالب، ها، يتنقل له دم خاطئ من ار اتش مين؟ موجب. يعني الشخص اللي هو مثلا ده ار اتش يعني مثلا شخص ايه بس هو ار اتش نيجاتيف يعني ما عندوش مين؟ ما عندوش ار اتش انتيجين. طيب ايه اللي موجود في البلازما بتاعته؟ انا بتكلم على الشخص ده انتي بي. طيب الشخص ده اتنقل له بقى اصبح هذا الشخص ريسيبيانت يعني ايه؟ مستقبل. وفي واحد بقى برع ده اللي هو الدونر. هذا الدونر كان ار اتش بوزيتيف وكان ايه؟ خلي اهل فاهم يعني شوف، فما تفرحش، ما تفرحش تقول لي اه ده انا فصيله ايه؟ اخد من مين؟ من فصيله ايه؟ شوف الاول انت لو انت ار اتش نيجاتيف وايه؟ شوف اللي هيديك دوت ايه، نيجاتيف ولا ايه بوزيتيف؟ لو ايه بوزيتيف تبقى مصيبه، لو ايه نيجاتيف مفيش مشكله. ماشي؟ فالشخص ده اللي هو لما اتبرع بقى اول مره مفيش مشكلة. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان جهاز المناعة بتاع مين؟ الشخص ده اللي هو المستقبل ده تعرف على مين؟ على الانتيجين اللي موجود، وبدأ يكون مين بقى؟ خلي بالكم، وبدأ يكون انتي مين؟ ار اتش. فأصبح هذا الشخص بقى اللي هو كان ار اتش سالب ومين، ها؟ واتنقل له دم ار اتش موجب، أصبح هذا الشخص وليكن هو مثلا ايه؟ فهو دلوقتي اصبح عنده نوعين من الانتي بادز في دمه، اللي هي الانتي بي ومين، ها؟ صح معايا صح وانتي ار اتش. لو هذا الشخص بقى نقل له دم ار اتش برضه موجب للمره الثانيه، في مشكله، كارثه هتحصل بقى. ايه الكارثه؟ الار بي سي دي يا شباب لما تتنقل ايه اللي يحصل؟ هيكون مين اللي جاهز في الدم؟
انتي ار اتش، يقوم الانتي بادي يتحد مع مين؟ مع الانتيجن، ويحصل هيموليسيس. يعني ايه هيموليسيس؟ بتكسر مين؟ الار بي سيز. الار بي سيز مين؟ بتاعه الشخص ولا الدم اللي اتنقل له؟ بتاعه الدم اللي اتنقل له، كرات الدم اللي اتنقل له هي اللي تتكسر، وهتعمل مشاكل. طبعا هتعمل مشاكل للدونر ولا للريسيبيانت؟ الدونر ما اتبرع وراح القهوه وراح نام وخلاص، مفيش مشكله. اللي هيعاني مين؟ ريسيبيانت. طيب يبقى خلي بالكم بقى، الانتي بادز العاديه، وكان ده موجود قبل كده بس انا بعيد في المره الثانيه. الانتي بادز يا جماعه اللي هي انتي اي والانتي بي، اللي بنسميها الانتي بادز اوف اي بي او سيستم، دي بيبقى حجمها كبير. حجمها مين؟ كبير. فهي بتبقى اي جي جي ام. الام دي يا جماعه ام المولكولار ويت بتاعها كبير. خلاص؟ الانتي ار اتش انتي بادز، الانتي بادز بتاع الار اتش، لا دي بتبقى حجمها صغير. حجمها صغير وبتبقى اي جي جي. يبقى الانتي بادز اللي هي بتاع الاي بي او سيستم، انتي اي وانتي بي، هي اصلا عباره عن مين؟ اي جي ام. اي جي ام واي جي ام ده يتميز بمين؟ ها؟ لارج مولكولار ويت. طب اللي بيتميز بقى بسمول مولكولار ويت؟ اي جي جي. طيب في بقى هيبقى فيه خير وشر دلوقتي. تقول لي يا رب خير خير، قول لنا الخير الاول والشر ده خليه بعدين. ماشي؟ لو قلنا يا شباب ان في فيتس، لا اللي هو ده الخير، ده الخير، الشر بعدين. الخير ان الباشا ده سبب ده بيبي 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 بيبي. خلاص؟ امال الاخرين ده كان مين؟ ده كان فيتس. ماشي؟ خلاص؟ طيب وهنا جت اللي هي الام. ماشي؟ والشخص ده عمل عمليه ساكلينج مين؟ للمذر. فالبيبي دوت لما ياخد الحليب ياخد مين؟ الحليب. وهو بياخد الحليب يا شباب اللي هو الملك، ففي نوع من الانتي بادز اسمه اي جي اي. اسمه مين؟ اي جي ايميوجلوبين اي. ده هيروح منين؟ من الام لمين؟ اللي هو البيبي. عن طريق مين؟ عن طريق الملك. عن طريق مين؟ الملك. طيب انا بتكلم دلوقتي بس ايه الحاجات اللي هي بين العلاقه بين الام ومينها والبيبي والام ومينها والفيتس. الام بقى وهي حامل، وهي حامل بقى في الفيتس، مش بيبي، ده بيبي بعد ما اتولد. ماشي؟ فالام علاقتها بالفيتس برضو، معلش برضو هيبقى خير وشر. خير ومين؟ شر. يعني حاجه حلوه وحاجه وحشه. ايه الحاجه الحلوه؟ الحاجه الحلوه ان الام دي يا شباب هيبقى عندها اي جي جي. الاي جي جي انا قلت لكم المولكيول بتاعه ايه؟ صغير ولا كبير؟ صغير. طيب ودي يا شباب دي البلاسنتا، دي مين؟ البلاسنتا. فيقوم مين؟ تقوم يعني الام، شوف مضحيه جميله جدا، عماله تدي للبيبي للعيل انتي بادز كده ببلاش من غير فلوس. ماشي؟ خلاص؟ بس هي بتدي له مين؟ بتدي له نوعين، وهو فيتس بتدي له مين؟ بتنقل له مين؟ الاي جي جي، لان ده وزنه جزء منها صغير، فبيعدي في البلاسينتا بمنتهى السهوله. يبقى الفيتس بياخد انتي بادز منين؟ من الام. العمليه دي طبعا برضو، والبيبي لما يكبر شويه ها يبتدي يرضع وياخد الحليب فيه مين؟ ها انت بقى. انا كده اديته مين؟ مناعه. بس مناعه بقى يعني اللي هو الشخص البيبي او الفيتس اللي اكتسبها دي مناعه الفيتس ولا البيبي ده بذل مجهود عشان يكونها، ولا جات له كده ببلاش؟
جات له ببلاش. دي بنسميها ايه يا شباب؟ بنسمي اللي هي الحته اللي فيها دي بنسميها باسيف، قولوا معاها باسيف اميونيتي، او ساعات بنسميها باسيف نيتشرال اميونيتي. باسيف نيتشرال اميونيتي يعني ايه؟ يعني العيل ده خد اللي انت باص كده ببلاش من غير تعب ومن غير حاجه، ماشي؟ نسميه ايه بقى؟ باسيف. لكن لو هو بقى اللي هيكون بقى الانتي باديز، ودي موضوع شيق هيبقى المره الجايه ان شاء الله، هسميها اكتف بقى. هسميها اكتف مين؟ اكتف اميونيتي. اكتف اميونيتي، ماشي؟ طيب دي كله ده خير ولا شر؟ خير، خير، ماشي؟ طيب ايه بقى الشر؟ ايه الوحش بقى؟ الوحش ان لو قلنا مثلا هذه الام وليكن، افهم معايا بقى الار بي سي بتاعتها، انا كده بعدت عن الموضوع بتاعي، بس هعمل ايه؟ الار بي سي دي مثلا وليكن يا جماعه، يعني الام دي فصلتها ايه مثلا؟ المثال بتاعها فصلتها مين؟ ايه؟ يبقى هي عندها ايه في الانتي بادز؟ ها؟ انتي مين؟ لسه قايلينها من شويه، انتي بي. الانتي بي دي المونوكلور بتاعها مين؟ ها؟ اللي هي اي جي ام كبير، خلاص؟ طيب هل الاميونوجلوبولين ام ده هيعدي في البلاسينتا؟ ما يعديش، لانه حجمه مين؟ كبير. طيب وليكن العيل ده مثلا وليكن كان فصيله بي، فصيله بي ده المفروض يكون عنده في الدم بتاعه مين؟ انت مين؟ انت ايه؟ خلاص ماشي. طيب الانتي ايه او الانتي بي بيبقى المولكيول بتاعه مين؟ قلنا كبير. هل في مصيبه هتحصل لو الانتي بي راح للايه؟ راح للبي؟ يعني الانتي بي ده مسك مع البي، تبقى مصيبه هتحصل يا جماعه. انتيجين ومين؟ دي من الشخص اللي هو ايه؟ انا في عندي انتي ايه وانتي بي، نيفر استحاله ان انا ابقى انا ايه وعندي مين في البلازما؟ انتي ايه؟ بيبقى عندي اللي هو الانتي بادي المعاكس اللي هو انتي بي، فهمتوا حاجه؟ فهل بقى انا يعني افهموا كلامي يعني مثلا لو ام فصيله بتاعتها ايه؟ والابن بتاعها فصيله بي، هل في مشاكل؟ يعني هل في مشاكل؟ ما فيش مشاكل هتحصل. ليه بقى؟ لان مين؟ ما في الانتي بادي بتاع مين؟ ها؟ خليك مع الام، الانتي بادي بتاع الام ده هيعرف يعدي في البلاسينتا؟ مش هيعرف يعدي لانه مين؟ حجمه كبير. امال ايه بقى المصيبه بقى؟ المصيبه لو هذا البيبي كان فصيله بي ولكن ار اتش موجب. ار اتش مين؟ يعني والام اصلا ار اتش مين؟ نيجاتيف. فهمتوا حاجه؟ يعني انا قصدي يعني الام لما تبقى فصيله ايه والفيتس فصيله بي او وده اي بي او، المهم مفيش مشاكل بالنسبه لمين؟ للفصائل العاديه. الكارثه بقى المصيبه اللي تحصل في الفيتس اللي هي الار اتش بقى، الار اتش انتي بادي. ليه يا شباب؟ لان الار اتش انتي بادي الوزن الجزئي بتاعه مين؟ ها؟ الار اتش انتي بادي يا شباب اي جي جي، والاي جي جي الاي جي جي المخرج بتاعه بيبقى مين؟ صغير. فالست ديت لما تيجي في الحمل، يعني دي ست ار اتش نيجاتيف واتجوزت واحد ار اتش بوزيتيف، فالجنين طلع ار اتش بوزيتيف زي ابوه. ايه اللي حصل بقى؟ اثناء الولاده او اثناء الابورشن الاجهاض او كذا، او فشويه ار بي سيز من البيبي تعدي لمين؟ للام لما البلاسينتا بتتقطع. فلما يوم مين؟ يوم الجهاز المناعي بتاع الام يتعرف على مين؟ ويبتدي بقى يكون مين بقى؟ خلي بالكم، يبتدي بقى يتكون ار اتش مين؟ انتي بادز اللي هي اسمها اي جي جي مين؟ اي جي اللي هي وزنها الجزئي مين؟ صغير. لو حملت بقى المره الثانيه العيل الاولاني ده نزل زي الفل، لو حملت المره الثانيه يقوم مين؟ دي من السهوله انها تعدي فين؟ تعدي في البلاسينتا، لان وزنها الجزئي مين؟ ها؟ الانتي بادي ده لما يتحد مع الانتيجين هتتكسر مين؟ كرات الدم الحمراء بتاع مين؟ بتاع الفيتس، ويحصل هيموليسيز. فده بنسميه
الحاله كده مشهوره جدا بيسموها هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. يبقى الاي جي جي يعدي ده حلو ماشي حلو. لو مين؟ لو هذا البيبي مش ار اتش مي ها؟ مش ار اتش بوزيتيف. ده خير ده خير. امتى يبقى في شر بقى؟ لو العيل ده اصلا اللي هو الفيتس ار اتش موجب ده اللي هو الحمل المره الثانيه وفي ممكن تحصل في الحمل في المره الاولى وروحوا للفيديوهات هتفهموها. المهم دلوقتي خلاصه الكلام خلاصه الكلام. لما اجي اقول لك الانتي بوديز العاديه بتاع الاي بي او سيستم اللي هو انتي اي انتي بي تنتمي لانهي مجموعه من الانتي بوديز؟ اللي هي قلنا الكبيره اللي هي الاي جي مي ها؟ اي جي ام. طيب الانتي ار اتش انتي بوديز ها؟ تنتمي لانهي نوع؟ اي جي جي. خلاص؟ هل بقى الانتي بادز اللي هي العاديه اللي هي اي جي ام دي اللي هي الانتي هل دي بتسبب في مشاكل ما بين الام والفيتس؟ لا عادي. اللي مثلا انا ام الله يرحمها مثلا كانت او انا مثلا انا ايه؟ ليه اخ تاني كان بي يعني يبقى اذا ما فيش مشاكل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للام والبيبي والفيتس في الفصائل العاديه. المشكله والكارثه الكبرى ها لما تكون الام ار اتش نيجاتيف والعيل ار اتش بوزيتيف بالذات مع المره مين ها؟ مع الحمل الثاني لان بيكون الانتي بودز دي كونت فبتعدي وتعمل مكسر كرات دم الحمل مين ها؟ فالبيبي ده يا اما ميت يا اما عنده سيفير انيميا اسمها هيموليتيك انيميا. فهمت؟ طيب تعالوا بقى نروح ل الكلام ده يا جماعه موجود في الفيديوهات القديمه بتاعت البلاد جروبنج بس ما كانتش ما كانتش بالديتيلز بتاعت اعداد يعني ماشي.